السلام عليكم، حياكم الله ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة. في حلقة اليوم سنقوم بمراجعة وتجربة مأخذ تيار كهربائي أو مقبس للطاقة أو سلك تمديد الطاقة الذي نسميه نحن في المغرب برالونج، وهذا الذي بين أيدينا فريد من نوعه إذ يأتي بمميزات وخصائص رائعة سنذكرها في هذا الفيديو. إذن لنبدأ بفتح العلبة. إذن كل ما نجده في محتويات العلبة هو مقبس الطاقة نفسه مع بعض قطع الكرتون التي تعتبر بمثابة دليل الاستعمال، إذ أن بها بعض إرشادات وبعض المعلومات. تأتي هذه القطعة باللون الأبيض مع كيبل أوروبي بطول متران، وتأتي بالأبعاد 31 سنتي على 8 سنتي على 4 سنتي بوزن نصف كيلوغرام، ويستطيع تشغيل 4 أجهزة في آن واحد في حدود قدرة 2500 واط و10 أمبير، ويأتي بأربعة مآخذ كهربائية عالمية يمكنها أن تعمل مع أي قابس كهربائي كيفما كان، أمريكي أو أوروبي أو حتى إنجليزي أو أسترالي. بالإضافة إلى أن كل مأخذ كهربائي يأتي بزر منفصل لقطع أو تشغيل الطاقة الكهربائية، وهذا سيكون مفيدا لفصل جهاز واحد عن الكهرباء دون بقية الأجهزة التي ربما تريد دونها أن تستمر في العمل. كذلك وحدة تمديد الطاقة هذه تأتي بأربعة مداخل USB تدعم الشحن السريع بقدرة 17 واط 5 فولت 3.4 أمبير، مما يغنيك عن الشواحن لهاتفك أو لهواتفك أو أجهزتك التي تعمل بمدخل USB. ولا ننسى كذلك أن هذه المداخل USB تأتي بزر منفصل لفصل أو تشغيل كهرباء. تأتي كذلك هذه الوحدة بزر أحمر هو الأوفرلود بوتن مثل الصهيرة للتحكم في الشحنات الزائدة، كما يأتي من الأسفل بقطعتين مطاطيتين لمنع الانزلاق وثبات اكثر على الارض او الطاولة. تصميم هذه القطعة جعلها تأتي مائلة بزاوية 15 درجة، ويمكن ادراك ذلك عند رؤيتها من الجانب، وهذا يعطيها جمالية اكثر، كما ان ادخال واستخراج المقابس يكون اسهل بهذه الزاوية. مأخذ الطاقة هذا امن للاطفال خصوصا مع ازرار فصل الكهرباء المنفصلة. كذلك بالنسبة للخامة فهو مصنوع من نوع من البلاستيك مقاوم للحريق والحرارة، اذ يتحمل حتى 700 الدرجة مئوية. اذا في الحقيقة ما اعجبني في هذا المأخذ هو انه يغنيك عن شراء ادابتر للشواحن الامريكية او من اي دولة اخرى. كذلك التوفر على اربعة مداخل USB اضافة ممتازة، اذ لدي مجموعة كبيرة من الاجهزة في المنزل، وفي بعض الاحيان لا اريد تشغيل الحاسوب فقط لاشحن منه هذه الاجهزة او جهاز صغير معين بمدخل USB، وهنا ساستعمل هذه المداخل في هذه القطعة. وكذلك ساستعملها في شحن بنك الطاقة الذي يشترى غالبا من غير شاحن، وكنت اشحنه غالبا اما بالحاسوب او باستعمال شاحن الهاتف. كذلك التوفر على زر خاص بقطع الكهرباء امر مهم بالنسبة لي لكي لا اقوم بانتزاع القابس كل مرة وارجاعه، اذ الان يمكنني فصل الكهرباء عن جهاز واحد دون قطع التيار الكهربائي عن بقية الاجهزة. ثمن هذا المنتج هو حوالي 30 دولار، وساترك لكم رابط الشراء في وصف الفيديو من متاجر مختلفة. وهذه تجربة بعض الفيشات مع هذا المأخذ. وهذه تجربة شحن بعض الأجهزة عن طريق مداخل الـ USB. إذا أعجبكم هذا المنتج اضغطوا على الزر لايك إعجاب، وإذا لم يعجبك الفيديو اضغط على الزر ديزلايك، ولا تنسى المشاركة في القناة مع تفعيل زر الجرس. كان هذا كل شيء في هذه الحلقة، شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.